طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآل وصحبه وسلم أجمعين. في البدء نرحب بجميع أعضاء صفحة الفحيص السوداني على الفيسبوك، ونوجه التحية لأخونا دكتور جفارة الذي وجه لنا هذه الدعوة. معاكم أخوكم علي بخيت أحمد عثمان، أخصائي أول مختبرات طبية في المملكة العربية السعودية، بكالوريوس جامعة الشندي كلينيكال كيمستري يعني هيماتولوجي، ماجستير جامعة السودان كلينيكال كيمستري، مكان العمل المملكة العربية السعودية الرياض، مستشفى السلام، يعني از لابوراتوري سوبرفايزر زي ما بيقولوا. ف يعني حقيقة هذه الدعوة الكريمة من أخونا دكتور جفارة على اساس ان الناس تتبصر بالامور بتاعت يعني تكون عن اللابوراتوري اكريديتيشن. يعني دي من الحاجات الجميله جدا والمؤشرات الجيده انه الناس تنتبه للحاجات زي دي، ويعني الناس تحاول تواكب سوق العمل وتحاول تطلع. يعني زي ما بيقولوا العالم بقى عباره عن غير سعيره، او الناس بقت يعني ماشيه متطوره، والناس يعني تواكب الحاصل في العالم وتطور من نفسها وتطور من مقدراتها وتشغل يعني نفسها زي ما بيقولوا بالموهبه بالعلم وبالحاجات زي دي. فده يعني المؤشرات الجميله انه الناس تنتبه للحاجات زي دي. وبما انه في الصفحه هذه يعني في موجوده كل الفئات، يعني في الطلبه وفي الخريجين الجدد وفي الناس الشغاله في مختبرات لكن لسه ما حاصله على اكريديتيشن، وفي الناس الشغال في مختبرات حاصل اكريديتيشن لكن انضموا مؤخرا ما حضروا يعني او ما كانوا في الجيرني او الرحله بتاعت الاكريديتيشن من الاول. فلذلك الناس تحاول تبسط الناس وتبسط الامور وتبسط المعلومه بحيث انه تخاطب كل الفئات الموجوده في الصفحه هذه. يعني في البدايه خلونا يعني اللابوراتوري اكريديتيشن، يعني شنو لابوراتوري اكريديتيشن؟ اللابوراتوري اكريديتيشن زي ما عارفين احنا في عباره عن في انترناشونال وفي لوكال ايجنسيز او بيسموها اكريديتيشن بوديز، يعني في جهات عالميه وفي جهات محليه هي مسؤوله من شنو؟ مسؤوله من الاكريديتيشن بتاع اللابات، بتعمل اكريديتيشن للابوراتوريز اكوردنج تو ذا سبيسيفيك ستاندرد. يعني هي بتعتمد اللابات يعني اللابات دي بتطبق ستاندرات معينه وعلى الاساس وعلى ضوء. يعني اللي بيحصل شنو في الاكريديتيشن؟ اللي بيحصل في الاكريديتيشن يعني نحن زي ما قلنا في انترناشونال ايجنسيز او انترناشونال اكريديتيشن بودي مسؤوله من اللابوراتوري اكريديتيشن. يعني اشهرها عندنا مثلا الكاب، وعندنا الجي سي اي، وعندنا الايزو، يعني وفي حاجات ثاني لوكال يعني او ناشونال. يعني مثلا عندنا في المملكه العربيه السعوديه في سيباي، يعني الكاب يعني كوليدج اوف امريكان باثولوجيست زي ما نحن عارفين، وعندنا الايزو، وعندنا جي سي اي اللي هي جوينت كوميشن اوف انترناشونال، وزي ما قلنا سباهي في المملكه العربيه السعوديه اللي هو سعودي سنتر بورد فور اكريديتيشن اوف هيلث كير انستيتيوت. فدي عباره عن شنو؟ عباره عن وكالات او عباره عن جهات بتاعت اعتماد بتعتمد اللابوراتوريز او اللابات اكوردنج تو ذا سبيسيفيك ستاندرد، في ستاندرات معينه انت بتطبقها. تمام. يعني اللي بيحصل شنو في الاكريديتيشن من الاول؟ اللي بيحصل انت لما تكون عندك الايديز وعندك البلان انك دار تجي تحصل على الاكريديتيشن، بتختار الجهه اللي عايز تعمل معاها الاكريديتيشن وبتعمل الريجستريشن. من الاول في حاجه اسمها الابلكيشن ريكوست فورم انت بتعبيها وبتعمل اكونت، وعلى اساسه بيدوك اليوزر نيم وبيدوك الباسورد، وبعد ذاك بيبدا الكوميونيكيشن بيناتكم على اساس انه تسجل، وبقوم بيرسلوا لك الاكريديتيشن ستاندرد. يعني بعض الجهات بتاعت الاكريديتيشن زي الجي سي اي، السباهي، الايزو بيسموها الستاندرد، وناس الكاب بيسموها التشيك ليست. فهم على الاساس ده بيرسلوا لك الماتيريالز والستاندرات كلها، وبيقولوا لك يا اخي والله نحن بنعمل اكريديتيشن للابوراتوري اكوردنج تو ذيس ستاندرد، او يعني شنو الحاجات الماتيريال اللي نحن اديناك ليها. فعلى الاساس ده انت بتشتغل عليها، وبتقوم بتحدد معاهم الموعد انك انت والله خلاص وي ار ريدي فور اكريديتيشن.
فبيقوم بيجوا بيعملوا لك عندهم الانسبكتورز اللي هو المفتشين، هو اللي بيجوا بيعملوا لك الانسبكشن، وعلى الاساس ده بيشوفوك هل انت فعلا كوميتمنت يعني ملتزم او كومبلينس مع الستاندر بتاعتهم، وانك عندك الايفيدنس وعندك كل الدوكيومنتس اللي بتخليهم تديك بتخليهم يدوك الاكريديتيشن. ف يعني على الاساس ده هم بيعملوا لك بيشوفوا لو فعلا انت ملتزم مع كله ومطبق كل الاستاندارات بيقوموا بيدوك الاكريديتيشن. اذا كان مثلا عندك ديفيشنسي او عندك نقصان في بعض الحتات بيقولوا لك يا اخي اشتغل عليها واعمل عليها كوركتيف اكشن، ودينا كوركتيف اكشن بلان وبعد تكملها نحن بنديك الاكريديتيشن. لكن ده يعني الديفيشنسي ده لازم يكون في حتات شنو، ما يكون في حتات ميجر، يعني يكون في حتات معينه، لانه في حاجات اسمها في حاجه اسمها الاي اس ار اللي هي الاسينشال سيفتي ريكويرمنت. الاسينشال سيفتي ريكويرمنت يعني اذا كان عندك ديفيشنسي في الحاجه دي حاجات اساسيه ما بيقدر يتجاوزوها لك. لكن اذا كان عندك يعني على اساس ده هم شنو يعني زي ما قلنا انت بتسجل معاهم بيرسلوا لك الاكريديتيشن ماتيريالز، انت بتجي تقعد بيشوفها بتطبق عندك في المختبر، وبعد ذاك بيجي بيعملوا لك انسبكشن لقوه خلاص ملتزم بالحاجات دي كلها بتدوك الاكريديتيشن، لقوه عندك ديفيشنسي بيوروك الديفيشنسي الحاصل، بتبدا تعمل لهم كوركتيف اكشن وبترسل اليهم. طبعا بيتم الكوميونيكيشن بالايميلز كده معاهم تمام، وبعد ذاك كل فتره بيجي بيعملوا لك ري اكريديتيشن. معظم الاكريديتيشن ايجنسي او الاكريديتيشن بوديز بعد 2 ايرز بيجي بيعملوا لك ري اكريديتيشن. اذا كده عرفنا ده الاكريديتيشن، ودي الجهات العالميه المشهوره اللي بتعمل الاكريديتيشن للابات. طيب نجي نشوف يعني الغرض شنو، اول البيربوس يعني وات از ذا بيربوس فروم اكريديتيشن، يعني ليه نحن بنعمل اكريديتيشن للاب. طبعا يا جماعه نحن زي ما عارفين اللاب عباره عن كواليتي، اللاب في الاصل عباره عن كواليتي انه تريليز اكوريت اند ريليبل ريزلت فور بيشنت، انك تدي نتيجه صحيحه ونتيجه موثوق بها للدكتور على اساس انه يعمل دياجنوزيس للبيشن ويديه البروبر تريتمنت العلاج الصحيح. يعني كل يعني الهلمه القايمه هذه والزي ما بقول يعني القومه والقعده والاكريديتيشنز والستاندر كله في النهايه المحصله انك تطلع نتيجه صحيحه للبيشن ونتيجه موثوق بها والدكتور يعتمد عليه في التشخيص. لانه اي لو عملت ريليز يعني زي ما بقولوا اللابوراتوري ايرور او عملت ريليز للرونج لابوراتوري ريبورت ده يعني حاجه ما كويسه وبتترتب عليه حاجات. يعني في حاجه اسمها اللهم صل على سيدنا محمد بيسموها النيجاتيف كونسيكونسز اوف لابوراتوري ايرور، يعني اذا كان انا طلعت نتيجه خطا للمريض دي بقول لك دي اجينست البيشنت سيفتي، يعني دي ضد شنو سلامه المريض وبتترتب عليه حاجات كثيره. يعني انا اونس انه طلعت عملت ريليز للاب ريبورت واللاب ريبورت ده كان يعني ما صحيح او يعني رونج لابوراتوري ريبورت، فاول حاجه هيحصل للمريض شنو؟ اول حاجه هيكون في انسيسري تريتمنت، يعني طبيعي الدكتور هيديه علاج، العلاج ده هيكون شنو؟ ما مهم وعلاج غلط اصلا للمريض. طيب اونس انه اصلا الدكتور ادى البيشنت تريتمنت، اذا معناتها الخطوه الثانيه في حاجه اسمها التريتمنت كومبليكيشن. التريتمنت كومبليكيشن يعني هو اذا كان العلاج الصحيح للمرض الصحيح عنده كومبليكيشنز مضاعفات، فما بالك ان ادينا رونج تريتمنت للمريض، اذا الكومبليكيشن اصلا هو العلاج خطا والكومبليكيشن هتحصل وحنزيد الطين بله. دي الحاجه الثانيه قلنا، الحاجه الاولى الانسيسري تريتمنت، والحاجه الثانيه اللي هي الكومبليكيشن اوف تريتمنت، والحاجه الثالثه اللي هي بيقول لك الفيلير تو بروفايد ذا بروبر تريتمنت، يعني انت كده بتصرف الدكتور ما ادي النتيجه الصحيحه او ما ادي العلاج الصحيح للمريض تمام، يعني بتكون ماشيه في لاين ثاني. الحاجه اللي بعدها برضه من اللي هي النيجاتيف كونسيكونسز اللي هي بتعمل ديلي ان كوريكت دياجنوزيس، انت طالما اديت نتيجه خطا من الاول معناتها ابعدت شديد زي ما بيقولوا من شنو انك تشخص المريض تشخيص صحيح وتديه الكوريكت دياجنوزيس. طيب الحاجه الاخيره او الخامسه من الحاجات اللي بتعمل النيجاتيف كونسيكونسز اوف لابوراتوري ايرور اللي هي الاديشنال ان النيسيسري دياجنوستيك تيستينج. كيف يعني؟ انت طالما اديت مثلا نضرب مثال بالحاجه دي عشان نوضحها، انت جاك مريض عمل عندك راندوم بلاد جلوكوز، الراندوم بلاد جلوكوز ده هو اصلا كان طبيعي لكن انت اديته نتيجه خطا انه اديته نتيجه هاي ريزلت،
اديته هاي ريزلت، معناته هنا طوال الدكتور حيمشي في اللاين بتاع شنو؟ حيمشي يقول للمريض يا اخي والله تعال نعمل فاستنج بلا جلوكوز، ونعمل بوست براندي بلا جلوكوز اللي هو 2 اورز، ونعمل اتش بي اي 1 سي اللي هي هيموجلوبين اي 1 سي، وتكون دخلت شنو؟ دخلت جبت يعني شنو؟ اديت فحوصات اضافيه للمريض ما في لها داعي، وحاجات غير مهمه، وفي نفس الوقت التكلفه للمريض والحاجات زي دي، تمام؟ وده كله يعني المحصله النهائيه ده بيعمل لك يعني الانديكيتر بتاعه اللي هي بور بيشن اوت كم. يعني انت المحصله النهائيه بتكون شنو؟ بتكون يعني على المريض والاوت كم بتاع البيشن. فعشان كده الناس بتتردد، يا اخي والله مشيت المستشفى الفلاني ادوني النتيجه الفلانيه، والدكتور غير المريض غير من مستشفى يمسك مستشفى ثاني، يا اخي والله انا مشيت المستشفى الفلانيه وادوني علاج الفلاني وما طلع. يعني ده كله يعني الحاجات الزي دي عشان نتجنب الحاجات دي ما تحصل، من اجل ذلك قامت الاكريديتيشن لللابلوتري او اللابلوتري اكريديتيشن، عملوا الاستاندرات دي كلها عشان البيشن يكون في السيف سايد، ومنها يعمل الامبروفمنت لللابلوتري بيرفورمانس، وانه برضه يعني يعمل انهانس للكواليتي بيرفورمانس في اللابلوتري. لانه زي ما قلنا اذا كان البيشن مهما كان جاي يعمل اي تيست لاي سبب من الاسباب، لانه نحن زي ما عارفين الاسباب اللي بتخلي الشخص يروح انه يعمل لابلوتري تيست، اول حاجه يمكن يكون للسكريننج، يمكن يكون للدياجنوزيس، يمكن يكون للبروجنوزيس، يمكن يكون للفولو اب او المونيتورنج للتريتمنت، او يمكن يكون للديتكشن اوف ريكرنت اوف ديزيز او فولو اب. يعني بغض النظر عن اي سبب للتحليل، احنا في النهايه يا شباب لازم نطلع نتيجه صح للمريض، لانه والناس دائما يعني تخوض في بالها انه بيهايند افري سامبل از هيومن لايف، يعني خلف اي عينه في حياه مريض. فالواحد ما يطلع نتيجه الا بدرجه صيغه عاليه جدا جدا. فلذلك من هنا يعني من الحاجات دي نظره للامور دي كلها. وزي ما عارفين انه اللابلوتري تيست او اللابلوتري انفستيجيشن يعني حاجه اساسيه في السايكل بتاعت الدياجنوزيس للبيشن. لانه الدياجنوزيس بتاع البيشن بيتم كيف؟ اول حاجه الدكتور بيشوف الهيستوري وبيشوف الساين وسيمبتومز وبيعمل فيزيكال اكزامينيشن، تمام؟ بعد ذاك عندك اللابلوتري انفستيجيشن، بعد ذاك عندك الحاجات الثانيه الايميجنج مثلا الترا ساوند، الاكس راي، الام ار اي، يعني الحاجات زي دي، تمام؟ فكلها مع بعض بتكون عمليه متكامله. الدكتور بيسال التشخيص يعني شنو؟ الكوريكت دياجنوزيس، وبدي البروبر تريتمنت للمريض، وبتكون الامور طيبه زي ما بيقولوا. طيب قلنا عشان كل هذه الحاجات دي الناس اصحابها معاه، ما جات الفكره من هنا ان الناس تنتبه للمختبرات وتعمل لها استاندرات معينه، وتكون في جهات متخصصه هي المسؤوله من الاكريديتيشن. اذا جينا نظرنا للاكريديتيشن يعني كل البيربوس او الاهميه الامبورتنت بتاعت الاكريديتيشن للمختبر كله كده از جنرال كده، يعني بنلقاها بتتلخص في حاجات. يعني الاهميه او الفائده من الاكريديتيشن، اذا كانت اشتركت في اي جهه من جهات الاكريديتيشن وطبقت الاستاندارات المطلوبه، انت حتكون ملتزم بالاتي. زي ما قلنا نمره واحد انه افويدد اللابلوتري ايرور، انك تتجنب الخطا في المختبر عشان ما تطلع نتيجه غلط. طيب نحن في النهايه زي ما بيقولوا يعني هيومن، والانسان معرض للخطا. قلنا الخطوه الاولى نتجنب الخطا انه افويدد اللابلوتري ايرور. طيب ما قدرنا نتجنب الايرور، الخطوه الثانيه انه تو مينيمايز اور ريديوس اللابلوتري ايرور، انه نقلل بقدر الامكان الاخطاء في المختبر. طيب الخطوه الاولى قلنا نتجنب الخطا، الخطوه الثانيه نقلل الخطا في اللابلوتري، الخطوه الثالثه اونس خلاص انه الايرور حصل. الايرور حصل لازم يكون في شنو؟ الايرلي ديتكشن اوف لابلوتري ايرور، انك تكتشف الخطا في مرحله مبكر عشان ما يتفاقم عليك، وبدل ياثر على مريض واحد تاثر على النتائج كل النتائج وتؤدي نتائج غلط لكل المرضى، تمام؟ الخطوه الاولى قلنا الافويدد لابلوتري ايرور، الخطوه الثانيه انه مينيمايز اور ريديوس لابلوتري ايرور، الخطوه الثالثه انه نعمل اللي هي ديتكشن الايرلي ديتكشن في لابلوتري ايرور. طيب عملنا ديتكشن للابلوتري ايرور عرفناه، نخليه كده؟ لا ما حنخليه كده. الخطوه اللي بعدها حتجي بتاعت الخطوه بتاعت الكوركتيف اكشن، انه كيف نعمل اللي هي الاجراء التصحيحي للخطا الحاصل ده، تمام؟ ونصححه يعني ايميديتلي في نفس الوقت، تمام؟ عشان نحصل المرضى ونحصل المريض ونحصل ما يدي والدكتور علاج خطا وكده، تمام؟ دي الخطوه الرابعه اللي هي نعمل شنو؟ نعمل الكوركتيف اكشن. الخطوه اللي بعدها نعمل اللي هي بيسموها البريفنتيف اكشن. البريفنتيف اكشن
يعني شنو البرفكتيف اكشن عشان ما يحصل ري اوكيرنج، يعني الخطا ده عشان ما يحصل ثاني لازم نعمل بريفنتيف اكشن. طيب انا عملت كل الاستيبات دي، الخطوه الاولى قلنا افويد ذا لابلوتري ايرور، الخطوه الثانيه تو مينيمايز اور ريديوس ذا لابلوتري ايرور، الخطوه الثالثه انه الايرور ديتكشن، الخطوه الرابعه الكوركتيف اكشن، الخطوه الخامسه البريفنتيف اكشن. طيب انا عملت كل الحاجات دي بقدر الامكان عشان ما اعمل ريليز للرونج لابلوتري ريبورت، تمام؟ اذا فشلت كل المحاولات دي وبرضه ستيل انا عندي لابلوتري ايرور، طوالي الحته اللي حصل فيها الايرور ده بيعتبرها عباره عن ديفيشنسي اريا، انه خطا عندي فيها فيلير كبير جدا، مفروض اشتغل عليها واعمل عليها امبروفمنت بروجكت، يعني لازم اجي اعمل انفستيجيشن للمشكله الحاصله واشوف جذور المشكله من وين والمشكله سببها شنو ووضع الحلول ليها. ده بسموها في حاجه اسمها الكواليتي امبروفمنت تولز، يعني انا بعمل لابلوتري بروجكت عن طريق يعني حاجات معينه. في حاجه اسمها اللهم صل على سيدنا محمد الفوكس بي دي سي اي، في حاجه اسمها الفيميا، في حاجه اسمها الروت كوز اناليسيس، في حاجه اسمها سيكس سيجما، دي كلها عباره عن حاجات عباره عن تولز انا بعمل بها امبروفمنت بروجكت في الحته اللي حصل لي فيها شنو حصل لي فيها ديفكت، تمام؟ فكل الحاجات دي الاستبات دي كلها دي عباره عن حاجه شامله لللابلتر اكريديتيشن، من يعني كل لو جيت نظرتها لكل الاستاندرات يعني من اي تو زد، تمام؟ في كل الاستبات يعني من كل اللابلتري فيسز والستيجز اللي هي البري اناليتيكال اناليتيكال البوست اناليتيكال، هي بتتلخص في الحاجات دي كلها، انه تقلل الخطا في المختبر، تتجنب الخطا بقدر الامكان، ونحن زي ما قلنا يعني هيومان معرضين للخطا. خطوه ثانيه تقلل منه، طيب قللت منه لحد برضه شنو حصل الخطا، انك تعمل ايرلي ديتكشن، تعمل له كوركتيف اكشن، تعمل له بريفنتيف اكشن، بعدك تعمل امبروفمنت في الحته الحاصل فيها الايرلي بالحاجات اللي قلناها. دي نظره عامه لكل الاكريديتيشن او الاستاندرات الحاصله، تمام؟ طيب يا جماعه نجي نشوف من الاول، في حاجه اسمها التين ستيب او التين استراتيجيك ستيب فور لابلوتري اكريديتيشن بلان. انت من الاول جيت والله سواء كان كنت في مؤسسه في مستشفى في مختبر برايفت في هوسبيتال لابلوتري في سنتر لابلوتري في اي حته خلاص داير تحصل على واحد من شنو من اللابلوتري اكريديتيشن، تمام؟ فسواء كان كاب جي سي اي سباهي ايزو يعني اي واحد من الستاندرات دي لازم عندك 10 استيبات بيسموها الاكريديتيشن بلان او اللابلوتري اكريديتيشن سايكل. انت دي كلها مع بعض سايكل دي لازم شنو تمر بالاستيبات دي عشان تحصل على الاكريديتيشن. طيب الاستيبات دي نمسكها واحد واحد، تمام؟ الاستيب الاول لازم يكون عندك سبورت فروم مانجمنت، عندك دعم من الاداره. ليه دعم من الاداره؟ انت لازم تقعد مع الاداره، ولازم اول حاجه الدايركشن التوجه بتاعك يكون مع الاداره مع المانجمنت في الميجن في الفيجن في الجولز في الاوبجكتيف في الفاليوز في كل الحاجات نفس الدايركشن. انت هتقعد مع الاداره ليه يكون عندك سبورت فروم مانجمنت؟ لانه انت في البرنامج او في الجيرني الرحله بتاعت الاكريديتيشن بتحتاج لفاينانشال سبورت، يعني في حاجات كثيره جدا، لانه بعدين حنجي نعرف في حاجه اسمها البروفيشنسي تيستينج، في حاجه اسمها التيست ميثود فاليديشن، دي كل حاجات الكونسبشن بتاعك بيكون عالي فيها جدا، في حاجه اسمها لابلوتري بيك اب، في حاجه اسمها الفول لابلوتري يعني الاوتوميتد ماشينز، في يعني في حاجات كثيره بتتطلب حاجات ماديه، لازم تكون عندك وقفه من الاداره وتكون واثق انه الاداره حتدعمك وحتعمل لك سبورت وتشيل الابروف وتشيل البرميشن من الاداره وتشيل الاوكي انه يا اخي والله عندك الجرين لاين الضوء الاخضر خلاص يا اخي ما في مشكله. حتقعد معاهم طبعا توضح لهم شنو الاكريديتيشن وشنو الاستيبات المطلوبه والفائده البنيه من الاكريديتيشن، حيجيب لنا سمعه للمستشفى سمعه للمختبر، الانشورنس كومبانيز شركات التامين حتزيد التزعيره بتاعت الفحوصات، حنزيد من الكاستمر بتاعنا وحنبقى سنتر اللاب، يعني كل الحاجات دي انت بتقدمها للمانجمنت اللي عندك، تمام؟ وعشان يديك الاوكي انه يا اخي والله حنقف معاك وحندعمك. ومن ضمن الحاجات دي في حاجه اسمها المالتي ديسيبلينري بوليسيز، بعدين حنجي نشوفها بعدين. يعني في بعض البوليسيهات وفي بعض الاستاندرات بتكون مشتركه مع الازر مشتركه مع الازر ديبارتمنت، يعني مع الاي سي يو والان اي سي يو مع الاي ار مع الاوت بيشن، في حاجات كثيره كلها بتكون مشتركه، بعدين حنجي نشوف ان شاء الله، تمام؟
فدي الخطوه الاولى انه يكون عندك سبورت فروم مانجمنت. تمام. الخطوه الثانيه بتعمل حاجه اسمها الانيشال اسسمنت. انيشال اسسمنت كيف يعني؟ انت اول ما زي ما قلنا قبل جيت اشتركت وجيت سجلت في الحته بتاعت الاكريديتيشن الدار تحصل عليها كاب جي سي اي ايزو سي با اي جهه، انت بتقوم بتعمل انيشال اسسمنت باعتبارك انت التيم ليدر او باعتبارك انت اللابوراتوري دايركتور او اللابوراتوري مانجر بغض النظر يعني عن المسمى الجوب ديسكريبشن بتاعك او البوزيشن بتاعك، باعتبارك انت المسؤول من الاكريديتيشن بروجرام بلان. هتجي تشوف تقعد، هما طبعا زي ما قلنا بيرسلوا لك الاستاندرات دي كلها، هتجي تعمل تقرا الاستاندرات دي كلها وتطلع عليها وتشوف انت يعني زي ما بيقولوا وير وي ار فروم ذيس ستاندرد، يعني وين احنا من الاستاندرات دي، تعمل يعني ايفالويشن لنفسك كده، يا جماعه انا وين من الاستاندرات دي كده تقييم، يعني تشوف الحاجه زي دي. تمام. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الاولى قلنا السبورت فروم مانجمنت الانيشال اسسمنت. الخطوه الثالثه بتعمل جاب اناليسيس. جاب اناليسيس والله انت جيت قعدت وقريت الاستاندرات دي كلها وشفت الحاصل فيها وشفت الحاجات اللي ما عندك مطبقه ودارت تطبقها عندك، طيب انت بتحتاج كم من الزمن عشان تقدر تطبق الاستاندرات دي وتكون انت ريدي فور اكريديتيشن؟ ده اسمه الجاب اناليسيس، بتقعد تحدد الزمن بتاعك. تمام. الخطوه اللي بعدها نمره 4 بتعمل الساين تيم ليدر فور ايتش ستاندرد. تمام. يعني بتختار يعني هما الاستاندرات دي ما كبيره جدا واي ديبارتمنت عندها استاندرات معينه، يعني كل اللاب كده في اللاب جنرال وفي الكومن تشيك ليست وفي الهيماتولوجي في البلد في الكواجوليشن في الكيمستري، في يعني كل الحاجات دي انت بتجي بتشوفها وبتعين شنو، بتعين تيم ليدر لكل ستاندرد. تمام. انه يا اخي والله في حسب شنو، طبعا حسب الكواليفيكيشنز وحسب الاكسبيرينس وحسب يعني المقدرات والمؤهلات بتاعت الشخص ده، انت بتكلفه بالمهمه دي، لانه المهمه دي ما زي ما بيقولوا ما هي حاجه كبيره جدا كون تطبق الاستاندرات دي وتلتزم معاها وتعمل عليها فولو اب، فدي حاجه ما هي زي ما بيقولوا. تمام. دي الخطوه الرابعه. الخطوه الخامسه بتعمل اورينتيشن فور نيو ستاندرد. يعني انت اوريدي اشتركت في جهه بتاعت اكريديتيشن وجبت للناس قلت يا جماعه ان احنا دارين نجيب الاكريديتيشن الفلاني، فهو الاستاندرات اللي جبتها باعتبار جديده على الناس دي، الاستاندرات دي كلها باعتبار شنو؟ باعتبار جديده على الناس دي، فانت لازم تعمل اورينتيشن وتفهمها وتوضح عليهم وكيف ممكن نعملها وكيف ممكن نطبقها وكيف نعمل الحاجات دي كلها، دي ان تعمل اورينتيشن للناس بيها. تمام. الحاجه اللي بعدها اللي هي بتعمل بيسموها الكرييشن اور الابديتنج اوف بوليسيز اند بروسيجرز. ان بعدها خلاص انت والله جيت قعدت قريت الاستاندرات وفهمتها، بتبدا المرحله بتاع شنو؟ المرحله بتاعت انك تعمل البوليسي وتعمل الاس او بيز وتجهز الفورمز بتاعتك وتجهز الريكوردز بتاعتك. كل الحاجات دي ان شاء الله بعدين هنتكلم عنها وعدي وعدي، لانه اي توبيك يعني حاجه كبيره نقدر نتكلم عنها، كيف تعمل بوليسي وكيف تعمل اس او بيز وكيف تعمل فورمز وكيف ذاته بيسموها الدوكيومنت ان ريكورد مانجمنت، كيف انك كده تاخذ الابروفال والابروفال بلوك وكيف تعمل الستيتمنت اوف بوليسي وكيف يعني البوليسي والبروسيجرز والريفرنس، كل الحاجات دي هنيجي بعدين نشوفها. تمام. دي الخطوه اللي بعدها. تمام. الخطوه اللي بتجي بعد الكرييشن عن الابديتنج، ابديتنج ده اذا كان عندك يعني بوليسي اوريدي معموله اول او عندك اس او بيز معموله، مثلا انت حاصل على اكريديتيشن معين ودار تجيب اكريديتيشن جديد، فبيشوف اذا كان داير بعض الاحيان تغير او تعدل في البوليسي بتعمل ابديتنج ليها. تمام. الخطوه اللي بعدها خلاص انت عملت البوليسي وعملت الفورم وعملت الاس او بيز وجهزتها، بتجي بتعمل تريننج للاستاف اللي عندك في المختبر، لازم الاستاف ده كله تعمل له التريننج وتعمل له اورينتيشن وتفهمه وكيف انه يطبق البوليسي وكيف يعملوا له دوكيومنتيشن، لانه اي حاجه يا جماعه من غير دوكيومنتيشن بيعتبروها لك نوت ميت، يعني هذه ما عندك يعني نوت ابليكابل. اذا كان انت بتعملها وفعلا الناس دارين دليل وحاجه موثقه انك بتعمل الحاجه دي، انت بتعملها وما عندك ليها دليل وما عندك حاجه ايفيدنس انك عملت الحاجه دي بيدوك فيها زيرو، ما بيعتبروه انك بتعمل الحاجه دي. تمام. فعشان كده انت بتعمل التريننج للاستاف بتاعك. طيب عملت البوليسي وعملت التريننج للاستاف بتاعي، بعد ذاك طوال بتجي المرحله بتاعت الامبلمنتيشن اند المونيتورنج اور الفولو اب. طوال انت بتجي تطبق شنو؟
تعمل امبلمنتيشن خلاص يا جماعه من اليوم نحن هنطبق البوليسي الفلانيه، خلاص هنطبق البوليسي بتاعت الكواليتي كنترول المسد فاليديشن، هنطبق البوليسي بتاعت البروفيشنال، خلاص انت حضرتك تطبق البوليسيات والتابعه، يعني ما حتخليها على كده، حتشوف الناس ملتزمه وماشيه وكده مع الاستاندرات دي، بسموها اللي هي شنو الامبلمنتيشن ان اللهم صل على سيدنا محمد، الامبلمنتيشن المونيتورنج او الفولو اب. بعد ذلك بتجي الخطوه اللي بعدها اللي هي الموك سيرفي. الموك سيرفي دي يعني انت بتعملها ليه؟ بتجيب ناس يجوا يعملوا لك ايفالويشن او يعملوا لك اسسمنت يشوفوك، بتجيب ناس يعني عندهم خبره، ناس من شركات في شركات متخصصه في الاكريديتيشن في الكاف في الجي سي اي في السباي. انت عندك واحد من اثنين، يا اما تطلب الموك سيرفي دي مباشره من الجهه اللي بتعمل الاكريديتيشن، وده طبعا بيجوا عباره عن زياره تقييميه بوروك انت وين من الستاندر وين من البوليسي ونسبه كم في الميه تجهز وكده، دي ما بتدوق عليها السكور وما بتدوق عليها، بس يعني زي ما بقول زياره تنويريه ووروك الحاصل فيها، سموها الموك سيرفي انت بتطلبها تمام. او في جهات ثانيه متخصصه هم بيجوا يعملوا لك الحاجه دي تمام. فزي ما قلنا قبل في الخطوه الاولى دايرين سبورت فروم مانجمنت، ليه؟ لانه دي برضه بقروش، يعني لازم الاداره تكون واقفه معاك، بيجوا يعني حسب الشركه وكده بتجي تعمل لك بتاخذ منك مبلغ معين كده كمساعده وبيعملوا لك الموك سيرفي تمام. عامل الموك سيرفي وخلاص وروك انت وين والحاصل شنو. طبعا اكيد انت باعتبارك زون نيو اول مره مع الاستاندرات دي بيكون عندك ديفيشنسي وبيكون عندك يعني في نقص في بعض الحاجات تمام. هنا انت طوالي بوروك بتعمل الكوركتيف اكشن بلان، طوالي بتخط الخطه، والله انا جاي غيمونا الاستاندر الفلاني عندنا في المشكله الفلانيه كيف نعمل له كوركتيف اكشن، يعني دي كلها يا جماعه الاستيبات او السايكل اللي بتاخد المرحله بتاع شنو بتاعت الاكريديتيشن تمام. اللي هي قلنا من الاول يكون عندك سبورت فروم مانجمنت، تعمل الانيشال اسسمنت، تعمل الجاب اناليسيس، تعمل اساين تيم ليدر فور ايتش ستاندرد اورينتيشن فور نيو ستاندرد. بعد ذاك بتجي تعمل الكرييشن ان الابديتنج للبوليسي والبروسيجرز. بعد ذاك بتجي تعمل اللهم صل على سيدنا محمد التريننج. بعد ذاك الامبلمنتيشن ان الفولو اب. بعد ذاك بتجي تعمل الموك سيرفي والكوركتيف اكشن بلان، وانت بالتالي خلاص بتكون جاهز، وزي ما بيقولوا خلاص ما بدك تضيف اي حاجه، كل الفايلات كل الاوراق كل الدوكيومنتس المطلوبه كل الحاجات بتكون مجهز، في حاجه اسمها البايندر في حاجه اسمها الفايلات، خلاص يا جماعه انت بعد ذاك بتتواصل مع الجهه بتاعت الاكريديتيشن، يا جماعه وي ار ريدي فور انسبكشن، احنا جاهزين تجي تعملوا لنا انسبكشن. وبيجوا على الاساس ده بيعملوا لك الانسبكشن، بيقعدوا معاك وبشوف الحاجات دي وكلها بشوك عليك معاه، وحسب طبعا الجهه اللي انت دارت تحصل فيها على الاكريديتيشن. وبعد ذاك زي ما قلنا بوروك لو عندك ديفيشنسي عندك حاجات دايره كوركتيف اكشن بوروك بيها، وبعد فتره بيرسلوا لك الشهاده بتاعت الاكريديتيشن بتاعتك. وطبعا ده كله بيكون عن طريق الكوميونيكيشن عن طريق الايميلات مع الشخص المسؤول او التيم ليدر بتاع الاكريديتيشن تمام. فدي يا جماعه يعني بصوره عامه دي نظره عامه كده عن اللابراتوري اكريديتيشن وحاجات مقتطفات كده يعني يعني الحاجات البيزك من دون ما نخش في اي تفاصيل لاي ستاندر. يعني ان شاء الله باذن الله لقدام حنجي نخش نمسك الاستاندرات دي واحد واحد يعني من A to Z، يعني زي ما بقوله من دخولك للمختبر يعني كده من السلام عليكم من المريض يجي يقول السلام عليكم لحد تطلع النتيجه بتاعك تمام. كل الاستاندرات دي ونجي نشوف ان شاء الله. وفي حاجه اسمها التوتال كواليتي اللابوراتوري كواليتي مانجمنت بروجرام او اللابوراتوري كواليتي مانجمنت بروجرام، ده اساس المختبر كله من A to Z بشامل المختبر من كل البي والبوست والاناليتيكال وكده تمام. وكله فيه حاجه اسمها 12 كواليتي سيستم اسينشالز، عباره عن 12 حاجه مغطيه المختبر كلها، منها الناس كده بتطلع البوليسيهات، يعني في بعض الناس بيبدوا بالبروجرام ومنه بيعملوا البوليسيس والبروسيجر والحاجات زي دي، في ناس بيبدوا بالعكس بيعملوا البوليسي بتاع بيجي بالخصوص في البروجرام. ونجي نشوف كل الحاجات دي حنعملها كيف ان شاء الله عشان ما نطيل عليكم. وفي الختام يعني اذا عصبنا فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وان يعني غسرنا في حاجه فمن انفسنا، وان شاء الله برضو باقي الاخوه يجوا برضو يضيفوا ويجوا يصلحونا اذا كان اخطانا في بعض المعلومات. فدي مقتطفات يا جماعه بصوره يعني موجزه كده عن الاكريديتيشن ونظره عامه للاكريديتيشن واهميته والاستقبال وكيف بيتم.
بعد ذاك ان شاء الله هنجي نشوف نجيب الاستاندرات دي كلها ونجيب الماتيريالز ونستعرضها ونناقشها ستاندر ستاندر، وكيف نقدر نعملها وشي نعمل البوليسي ونعمل البروسيجرز وكيف نقدر نطبقها نعمل امبلمنتيشن وكيف نعمل الحاجات دي كلها على الثبات دي بنجي نشوف ان شاء الله لاحقا. وفي الختام يعني زي ما بقولوا ابقوا عافيه، ان شاء الله نلتقيكم في تسجيل قريب ان شاء الله.